احنا هون هلا بهي الضيعه لوكاس، ضيعه بتجنن، هي اكثر ضيعه بتعجبني. ليش؟ لانه كلها طلعات ونزلات بتذكرني بركدين، حارات قديمه يعني كلها هيك اثريه. هلا وين فايتين احنا ما بعرف، اللي هو الضيعه جدا رهيبه. خليني اورجيكم اللي فيه وراي هون. نحن هلا طالعين على قصر، قصر الشاتو. شو اسمه الزلمه على السريع؟ ماركي تساد، القصر لشخص اسمه ماركي تساد. هذا الزلمه كان كثير عنيف، زلمه مو طبيعي، في معه امراض نفسيه، كان معه امراض نفسيه، تعذب بطفولته. شلون تعذب؟ بشرح لكم اياها شوي شوي، لانه هذا الفيديو رح يكون للزائد 18 للكبار فقط. اتعذب هذا الزلمه هو وصغير عن طريق اشخاص كانوا هو يتيم وعذبوه، صار يعملوا معه اشياء جنسيه عنيفه وبس كبر صار يمارسها على العالم، صار يوظف عالم ويسوي هاي الضيعه. فكان هذا هو القصر اللي هون، القصر تبعه شايفينه وراي. وصلنا على قمه القلعه. هاي عم تقول مين قالك؟ Everybody is looking at me. جينا على هاي الضيعه السنه الماضيه بس ما صورت، او صورت بس ما حطيت على اليوتيوب، ما صورت زياده فيديوهات. بس القلعه جدا جدا رهيبه. ايضا المناظر خليكم معي، المناظر عن جد خياليه. حرام توصل لهي الضيعه وما تصور كل شيء حواليها، كل حجر كل زاويه منها، لانه خياليه. منظر واعي كله خضار. ها من بيت حماية هنا شايفينه. الجو جدا حلو، انا ما توقعت انه الجو بكون حلو، لانه في نسبة درجة بهالايام مضت كثير ارتفعت درجة الحرارة جدا بشكل رهيب. انا وصلت لل 37 امبارح، راح اطلع من اوعينا. بعرف شفتوا مناظر كتير حلوة، بعرف انكم تفاجأتوا، بعرف انه عجبكم الفيديو وعملتوا لايك وسبسكرايب. كلن عم نطلع من هاي الضيعة اللي شو كان اسمها؟ لوكاست. ضيعة جد بتجنن، حجارة، شايفين الحجار، طلعات ونزلات. هذا اكثر شيء بيعجبني انا بهي الضيعة. قريبا ان شاء الله بدنا نجي لهون بالليل، بدنا نعمل حفله تصوير هون، لانه هي الضيعه كلها طلعت مثل طلعت ونزلات واضويه بالليل، تطلع كثير 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 حلوه. رايحين على ضيعه ثانيه هلا ان شاء الله تعجبكم الضيعه. انا كمان رحت لها بالمره بس ما صورت فيها اي شيء، بس هلا رح صور لكم كل شيء، والفيديو ان شاء الله بيكون جاهز بعد يوم او يومين. بدي اياكم تكونوا متحمسين، تكونوا صبورين، كل شيء بوقته حلو. بدي اتمنى لكم يوم سعيد، بتمنى البسمه تضل على وجوهكم وتشتاقوا لي اكثر. لايك وسبسكرايب لا تنسوا. اوكي فيديونا احنا خلص هون، ما رايحين على الضيعه اللي بعدها لانه رايحين بعد شوي على البيت. جانا رايحين نسبح شوي لنسلخ راسنا من الشوب.
بشوفكم بفيديو جديد بكره بعد بكره او اللي بعده رح ينزل فيديو جديد. لا تاكلوها اوكي، لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير. سلام. قلت لك كنا عم نسوي السيارة وكله تمام ماشي الحال، صار اللي صار. هلا اجت الكومباني تبع التو كومباني، ما بعرف اسمه بالعربي، هي الرافعة زي ما انتم شايفين عم نشيل السيارة، كله تمام. هون ليكر بيت حماية كله تمام، انا حاسس انه الوضع كله تمام. خليكم لاخر الفيديو، ما بعرف شو بصير، يمكن تقلب السيارة تنفجر او شيء، مستحيل يعني، بس خليكم للاخير. سوى القصة كالتالي، كنا عم نسوق بالسيارة، خالتها كانت عم تسوق، فجأة جاي شاحنة مقابلنا، رحنا على الطرف اليمين مشان بعد عن الشاحنة، كانت شاحنة كلها قصص عذاب الصدي، فرحنا على الطرف على اليمين عم قلبت السيارة. الشاحنة وقفت وسائق الشاحنة لا بيعرف لا يحكي انجليزي يا دوب يحكي فرنسي، والزغرة صفطناها وقلنا التو كومباني لحتى نشوف شو السيارة. مثل ما شفتوا نحن هلا هون التو كومباني عم نشوفه اذا شاف السيارة خارج تنسى ولا لا. لذلك نحن هون هلا فكرة يعني الجو جدا رائع لسه، يعني صحيح الشمس فوق راسنا بس هواء وهواء لطيف والعصافير وزخزخ، امورنا بخير، ما حدا تضرر، وشوفكم فيديو اخر هون رح ينتهي فيديونا.